محدش كان يتوقع ان الانتر يلعب كده، ما حدش كان متوقع ان الانتر يعمل مباراه قدام السيتي قد تكون الافضل في حياته، قد تكون افضل مباراه لعبت قدام السيتي تقريبا في الموسم ده كله. انا شايف ان هي افضل مباراه تقريبا يعني بكل معنى الكلمه، مباراه حرفيا 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 الانتر يستحق فيها بس ان هو يتوج بالبطوله للماتش ده بس. بس السيتي ما نقدرش نتكلم في حقه، ما نقدرش نتكلم في حقه، لان انا قلتها قبل كده من ماتش، من قبل ماتش الريال من ايام السنتياجو واحنا راجعين كده في الاياب، انا قلت يا جماعه كده كده احنا مهزومين وكده كده السيتي هياخد البطوله. كفايه ان هو وصل للنهائي كذا مره، وكفايه ان هو تعب، وكفايه ان هو فعلا اللي يتعب يلاقي، اللي يتعب بجد بيلاقي، وبالذات في الكوره دي. عامل التوفيق ده احيانا بيكون موجود، يعني في لحظه من اللحظات كان الماتش كله كان هيروح للانتر لولا بس رعونه من لوتارو مارتينيز. فانا شايف ان المباراه حرفيا لو كانت فاتك ارجع اسمعها من الاول وجديد، لانك حرفيا هتنبهر وهتنبسط بيها جدا جدا بكل التفاصيل، وبالذات الشوط الثاني. ومن الدقيقه 65 لحد نهايه الماتش انت كده ما تقدرش تغمض عينيك. مباراه حلوه، مبروك للسيتي، مبروك ليهم دوري الابطال، اول لقب ليهم، ومش هيبقى اخر لقب طبعا، لان كده كده المواسم الجايه خلاص هم تمرسوا على اللعبه وهيخشوا في الاجواء. فهارد لك للسيتي للانتر سوري، عمل مباراة عظيمة، وهارد لك لكل حد بيشجع الانتر، لانه فعلا 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 قسما بربي فريق يستحق ان انت تشجعه وتموت عليه. الف مبروك للسيتي مرة تانية، الف مبروك، واهلا بيكم في عالم الاساطير، اهلا بيكم في عالم دوري ابطال اوروبا، الف مبروكم البطولة الاولى. و بس ما اقدرش اقول غير كده. سلام.